السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم جيناكم ان شاء الله فيديو جديد في القناه شيما شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق ديال البايلا اللي هو معروف، كيجي رائع بالفواكه البحر. بقاو معنا حتى الاخر ما تزابيوش. دابا غادي ان شاء الله غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد البايلا. هادي غادي نحتاجو 500 غرام ديال الروز، كتختاروا نتوما الروز اللي كيعجبكم. انا كناخذ هذا، درته هنايا في الماء باش يتغسل لحقاش خديتو ديال العبار. غادي نحتاجو فواكه البحر مخلوطه، كناخذ انا هاد الخليط هذا في 400 غرام، فيه الكالامار، الكروفيت، داك بوزروق، فيه كاملين كناخذهم من المرجان، الثمن ديالهم مناسب ورخيص. غادي نحتاجو بصله وحده مشلضه متوسطه الحجم. غادي نختاروا نحتاجو الفلفل الاحمر والاخضر مقطع قطع صغيره. غادي نحتاجو جوج طماطم غادي نحكوهم بالحكاكه. غادي نحتاجو الهريسه اختياريه البنات على حسب المذاق، غادي نضيف ملعقه صغيره منها، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نحتاجو هذه مطيشه الحك، انا كندير ليها هكا لحقاش كناخذ الباكيه الكبيره وكان الباقي تنحتفظ به في المجمد. دونك غادي نحتاج مطيشه الحك، شي جوج معالق صغار ديال مطيشه الحك. غادي نحتاج الجلبانه وقليل من الجلبانه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملحه، البزار، الخرقوم، وزيت الزيتون لطهي هاد الخليط. غادي ندير اول حاجه البنات كناخذ مرميطه هكا ولا كسرونه، كنوضع فيها القليل من الماء، كناخذ هذاك الخليط ديالي ديال فواكه البحر، كنشعل عليه العافيه، كنسلقهم في هذا الماء، كنوضعهم كنسلقهم فوالا. غادي نخليهم يتسلقوا في هذاك الماء ديالهم، هذا هو السر ديال النجاح ديال البايله، كنخليهم يتسلقوا في الماء ديالهم. ودابا غادي نبدا نوجد ان شاء الله في البايله ديالي. غادي نستعمل هاد المرميطه هذه هي اللي كنستعمل، اللي كنت خديتها من بيم ديال الجرانيت، زوينه يعني البنات، هي اللي كتصدق لي فيها البايله رائعه. هانتوما البنات من بعد ما طاب لينا هذاك الخليط ديالنا، صفيتو وحيدتو من داك الماء ديالو كما كتشوفوا. هذاك الماء ديالو هو اللي غادي نستعملوه باش نسقيو به الروز. هانتوما كنخليه حتى يتصفى مزيان، هذاك الماء ديالو ما كنرميوهش، هو اللي كنسلقوا فيه الروز ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كيجي فيه البزروق، كيجي فيه قطع الكالامار، القطع ديال السوريمي ديال الاخطبوط، كيجي متنوع البنات. كنستعملو هو في البايلا، عاطي الريحه ديالو ديال الحوت زوين. دونك البنات دابا غادي ندوزو غادي نطيبو دابا المرحله الثانيه باستعمال ديك مغميط ديال الجرانيت ديال البيم. اول حاجه البنات كنديرو زيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون. غادي ندير فيها البصله ديالي، نشحر فيها البصلة، نخليها تتشحر شوية. غادي نزيد عليها دابا تومة محكوكين، غادي نحكو مع نضيفهم. صافي دابا حكيت التومة، غادي نضيفها حتى هي على داك الخليط ديالي ديال البصلة. نقصو شوية البوطة، غادي نضيف الفلفلة الحمراء ديالي والخضرة، غادي
خليهم حتى يتشحروا شي شويه، داك البصله تتشحر، عاد كنضيفوا المكونات الاخرى. دابا البنات كما كتشوفوا حطنا هذا الجبانه هذه الكميه اللي كانت عندي، غنبقاو نحركو كما تنحركو. من بعد غادي نضيفو التوابل ديالنا يعني. ها انتما البنات كما كتشوفوا دابا غادي نضيف التوابل ديالي، غادي نضيف الملحه، غادي نضيف القليل من المقدار هانتوما معلقة صغيرة، غادي نضيف الخرطوم، غادي نضيف شويه ديال التحميره على حسب الذوق، صافي غنخلطو بكل شيء. الملحه ما كثرتش منها حيت الفضيله تيكون البيضه كي البحر تيكونوا مالحين. هانتوما البنات دابا غادي نحك هادوك جوج مطيشات وغادي نضيفهم مع جوج معالق صغار ديال مطيشة ديال الحك، دابا البنات دابا حكينا المطيشة، حكينا مطيشة، حنا جوج مطيشات غادي نضيفوهم. كنخلطو كلشي، غادي نضيف كذلك مطيشة الحك كما قلت لكم، جوج معالق صغار ديال مطيشة الحك، دابا غادي نضيف الروز ديالي اللي من بعد غسلنا غسلته وصفيته، غادي نضيفه بشوية بشوية، كنخلطو داكشي كامل بهاد الطريقة. شفتو داك الروز كيدخل فيه داك التوابل وكتدخل فيه داك المرق ديال الخضرة، صافي. دابا غادي نضيف هداك الماء اللي سلقت فيه، هذوك الفواكه البحر، هو اللي غادي نسقي به الروز ديالي، كنمرق به بشويه بشويه، كنضيفو هو اللي فيه النيت غادي يطيب الروز. هذا هو السر ديال النجاح ديال الطايله، باش كتجي زوينه. تندير هكا ولي كنخليه يطيب فيه،
كنضيف هذوك الفواكه البحر ديالي. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا غادي نسد عليه وغادي نخلي هذاك الرز باش يطيب مزيان مع هذوك ليمون ديالنا. هانتوما البنات كما كتشوفوا مره مره تنحاولوا نطلعوا على داك الخليط ديالنا كنبقاو نحركوه باش ما يلصقش لينا من تحت الرز. كنعاود نخلطو هكا باش داك الرز ما تيلصقش لينا. هانتوما البنات ملي كيشرب الرز داك الماء كنعاود كنضيف داك الماء نيت اللي سلقت فيه داك الخليط مره مره كنعاود كنضيف وكنحرك كل شيء وكنعاود نسد عليه مره اخرى وكنخليه يطيب على خاطرو. هانتوما البنات كما كتشوفوا الرز ديالنا هو كيطيب كما قلت لكم كل مره كنزيدوا شويه بالماء داك الماء اللي سلقنا فيه فواكه البحر. ودابا غادي نخليو هذاك الرز يطيب وغادي نقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه. هانتوما البنات كما كتشوفوا كيفاش كتجي البايله ديالي كتجي رائعه لذيذه شكلا ومذاقا. قلت لكم تقدموها لوليداتكم بعينيكم مغمضين وكذلك للضياف كتجي زوينه بزاف وبنينه. كنضرب لكم ان شاء الله موعد اخر ان شاء الله فيديو اخر. ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب. بسلام عليكم.